تواجدنا اليوم في ملتقى موبي دوك إيموري كأساتذة باحثين من المركز الوطني لرسم الخرائط والأستشعار عن بعد، يندرج ضمن مؤازرة ومساعدة دونك مجهودات وإلى توجهات الدولة في ميدان البحث العلمي التطبيقي، وهذا من خلال تأثير الطلبة وتأثير زاد الدكاترة الشباب الذين مكنوهم من اكتساب الخبرة اللازمة في ميدان تقنية الاستشعار عن بعد وتقنية الفضاء، اللي باش تأهلهم بعد باش يندمجوا بأكثر سهولة بأوفر حضور في لافي بروفيسيونيل في حياتهم المهنية، وإن شاء الله ربي يوفقهم. كيفاش الناس تستفاد وزارة الدفاع؟ احنا كمركز وطني نخدموا على ديزابليكاسيون سيفيل، ما نخدموش على ديزابليكاسيون ميليتير، داكوغ؟ دونك نخدموا مع وزاره الفلاحه، نخدموا مع وزاره البيئه، وزاره التجهيز، نخدموا تطبيقات مدنيه في مجال البحث العلمي. النسبه تاع نسبه الاستفاده من مشاريع الوزاره، نسبه الطلبه، العدد الطلبه احنا نعملوا ياسر، نخدموا ياسر بالطلبه، خاطر احنا اوني انجاجي في دي بروجي دو ديفلوبمون، دونك تو سكي ريشيرش يخدموها، خاطر هذوما هما لي بروديكتور دو لا كونيسونس، يخدموه الطلبه في فو كسوا بي اف او كسوا ماستر كسوا دي دكتوران يحضروا في الدكتوراه تاعهم والا دي بوست دوك، دونك عندنا من في جميع المستويات وعندنا اون كوبيراسيون ايتروات مع لو موند سوسيو ايكونوميك ولو مود زادا يونيفرسيتير افيك لابوي اي لو سوتيان بيرمانون دي زيكسبير دو سيانسيتي.